مميزاتنا اللي بيميزنا كشركة أفاق عن باقي الشركات، هي كل الشركات أكيد طبعا فيها مميزات بالنسبة للشركات كلها، بس أكيد إحنا عندنا ميزة تنافسية بالنسبة للشركات، وهي دي أكتر حاجة بنظبط عليها ونركز عليها لأقصى جودة مع أسرع وقت، هو ده اللي بيميزنا عن باقي الشركات. إحنا عندنا التأسيس هو أكتر حاجة بنركز عليها، التأسيس من ناحية إيه؟ لو هنشتغل طبعاً خرسانات طبعاً لازم يكون فيه تيم مهندسين كامل بالنسبة للمهندسين المدنيين وكده، لو بنشتغل طبعاً تشطيب فإحنا بنركز على التأسيس، التأسيسات الداخلية أو التأسيسات اللي بيتبني عليها مراحل التشطيب بعد كده، زي السباكة زي الكهرباء لازم أسلاك مثلاً تكون سويدي، لازم السباكة تكون بي آر، وطبعاً الشركات كلها بتيجي تستلم الشغل مننا وبتدينا ضمان، وبناءً عليه أنا بدي ضمان كمان للعميل 5 سنين على كل الشغل اللي أنا عامله. سرعة الاستلام، احنا بنشتغل بسرعة جدا زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، استاف صناعية كامل شغالين في جميع البلوط، يعني هتلاقي كهربائي، هتلاقي سباك، هتلاقي منا، هتلاقي حداد بره شغال، كل ده في وقت واحد، يعني تقريبا بنسلم حاجة في وقت قياسي جدا، احنا مش بنختار الصناعي اللي شغال كده وخلاص، احنا بنختبره اكتر من مرة لحد ما يدينا اعلى كواليتي، بعد كده خلاص بنشتغل معاه وبرضه ما بنسيبوش، لا بيبقى عليه اشراف هندسي متكامل بيتابعه خطوة بخطوة، وبستلم منه بند بند من اصغر حاجة لاكبر حاجة، وده بيخلي الشغل طبعا طالع الكواليتي بتاعك 100%. بالنسبة للقطعة والمشروع اللي احنا واقفين ده حاليا، احنا كنا واخدينه كان لسه صحراء ارض فضاء، خلصنا مباني، خلصنا تأسيس السباكة، بنشغل دلوقتي تأسيس الكهرباء، خلصنا الحديد، خلصنا حاجات كتير جدا، ده بقى مرحلة التشطيب اللي هو الفلوسات النهائية، طبعا خلصنا فيه كل البلوط دي، هنبدأ في المحارة، كل ده هيخلص في وقت قياسي جدا، وان شاء الله معاكم خطوة بخطوة لحد ما نخلص المشروع ده، ونوريه لكم بعد ما خلص خلص ونفنش في وقت قصير جدا، هنوري لحضراتكم الفيلا وهي متكاملة من كل حاجة على المفتاح، بس مع المحافظة على الكواليتي، يعني أعلى كواليتي مع أسرع وقت، هو ده اللي احنا بنستهدفه واللي احنا بنحاول ان نتميز بيه ما بين الشركات.